ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم اللانشون، عشان كذا حد طلبه مني قلت اعمله عملي معاكم فيديو، ويا رب تستفيدوا منه. وما تنسوش اللايك تحت والشير وسبسكرايب، دي مقاديره. وهو سهل جدا، بس يعني تابعوا الخطوات واحدة واحدة. أول حاجة هنحط في الخلاط زيت، يعني نص كوباية زيت نباتي عادي، وأربع بيضات. طبعا ممكن نزود على حسب ما احنا عايزين، نضاعف الكمية، نقلل الكمية، نعمل نص المقدار براحتنا. يعني هنا حطيت البيض والزيت والجبنة والبنجر. البنجر انا حبيت احطه يعلي القيمة الغذائية بتاعته. ممكن لو مش موجود بنجر نحط لون احمر، يعني او اي حاجة تديله لون. بس وفي صوص الحبهان انا مطلعة القلب بتاعها، الحبوب السوداء اللي بتكون جوه، وده الدقيق طبعا هو اللي هيمسك الموضوع مع الجبنات. وهنضرب كله في الخلاط، ما تقلقوش من اللون قوي يعني، بس بعد ما يستوي هيهدى شوية. انا مزودة البنجر عشان يعني يعلي القيمة الغذائية بتاعته، يعني مش طعمه مش باين فيه قوي يعني. بس طبعا البنجر لوحده ولادي مش بياكلوه، فبدخله جوه حاجة فبيوصل لهم القيمة الغذائية بتاعته. لو كبير هنحط واحدة، لو صغير هنحط اتنين مع بعض. لو مش بتحبه او مش موجود خالص ممكن نحط يعني لون احمر ونقلب كده على حسب ما احنا عاوزين درجة اللون بتاعته. بس هو الفكرة ان كله يمتزج مع بعضه. وهنحطه بعد كده في، هقلبه في كيس نايلون عادي. انا هضربه كويس جدا، هو كله بيتضرب مع بعض. بعد كده هفضيه في كيس نايلون، كيس ساندوتشات عادي. طبعا في بيعملوه في قالب مستطيل، قالب مربع، حاجة مدورة كده، على حسب الشكل اللي انتوا عايزينه. يعني ممكن بقى في المرحلة دي نضيف له فلفل اسود، حصى، زيتون، قطع بسترمة مثلا، يعني اي حاجة احنا عايزينها تدي له طعم كده وخلاص. زيتون اخضر شرايح طبعا بيبقى حلو قوي. انا كان عندي بس نسيت احط، بصراحة ما افتكرتش غير بعد ما حطيته في النار. يعني بس هنفضيه كله في الكيس. هنحاول نخبط العلبة كده او الكيس اللي فيه اللانشون، نخبطه كده بحيث ان هو يتساوى جوه مع بعض يعني. ونحاول بقى في المرحلة دي نطلع الهوا منه، وفي نفس الوقت نديله مساحة ان لما يستوي ياخد راحته في الكيس، يعني ما يبقاش الكيس ما يفرقعش مثلا بيه او كده. نطلع الهوا كويس ونديله في نفس الوقت مساحة شوية ان هو لما يستوي يكون براحته يعني. انا سبت فراغ كده شوية، وبعد كده هنحطه بقى في ورق ستريتش، ورق فايل اسفل. نحاول نخلي شكله رول. للأسف هنا التصوير مش واضح شوية، بس احنا هنحطه على الفايل وهنلفه رول كده ونحاول نسويه. ايوه اهو كده.
فسهل جدا والولاد بيحبوه، خصوصا ان احنا نقدر نقطعه مثلا سلايز، او نقدر نقطعه مكعبات نحطه على اي حاجة، نعمل بيه مثلا معجنات، مخبوزات، نحطه على البيتزا، يعني نعمل بيه اي حاجة، نقطعه له مكعبات بس كده، بشوكة ياكلوه، او باي حاجة كده يبقى يحبوا الموضوع يعني. وطبعا مغذي جدا، يعني في حاجات كتير مغذية. بس كده خلينا رول كده، ولما يستوي كمان هيزيد شوية وهياخد راحته يعني. طبعا هنحطه في مية مغلية، يعني المية بتغلي اهي، هحطه هياخد تقريبا من ساعة لربع ساعة، هنخليه كده شوية، مثلا ربع ساعة تلت ساعة، ونقلبه الناحية التانية وبرده ربع ساعة كمان، ونرجعه لنفس نفس الناحية الأولانية. هنا خلاص استوي وطلعته، هنخليه يهدى طبعا شوية، انتوا شايفينه سخن وبيطلع بخار، هنسيبه يهدى شوية، وهنا خلاص استوى، طلع غامق شوية بس ده من البنجر، البنجر كان زيادة شوية، انا حطاه زيادة شوية بس، طبعا يعني طبعا طعمه حلو جدا ومغذي اكتر من لما يبقى يبقى لونه فاتح يعني. حلوة جدا وعجب الولاد جدا، جربوه مش هتندموا، وهو سهل خالص وطعمه تحفة تحفة، مش هتفرقوه خالص عن اللانشون اللي بيتباع بره. بس يعني احسن حاجة مرقة الدجاج، مرقة المرقة الفورية، نخليها مش دجاج، نخليها لحمة، هتدي طعم اقوى. المفروض نخليه يهدى شوية ونقطعه زي ما احنا عايزين. وده كان شكله، لا سهل وبسيط وطريقته حلوة جدا، مفهوش اي حاجة، تاكله على السحور، الولاد يفطروا بيه، يعني سهل جدا بجد، وان شاء الله يعجبكم. جربوا الفيديو وقولوا لي ايه رأيكم فيه، متنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. باي باي.